مباشرة من استوديو جريدة أصوات صاحبة قاعة رمسيس بسلا اللي هي مونيا رمسيس. مرحبا بك مونيا رمسيس. بارك الله فيك لنا، بارك الله فيك، مرحبا بكم نتوما في القاعة ديالنا، وكنرحبوا بكم مرة أخرى وكنتمنى لكم مسيرة موفقة إن شاء الله. إن شاء الله. ممكن أنك تعطينا ما هو الشعور ديالك، وأن كما تنعرفوا أن القاعة ديالك تيديروا فيها بزاف ديال الحفلات الفنية كثير، وما هي العلاقة ديالك مع الفن؟ العلاقة ديالي مع الفنانة هو أنهم فيهم أصدقاء ديالي، وبحكم الميدان ديالي أنا كمصممة أزياء ومنظمة حفلات أنا كنحتاجهم في الميدان ديالي، وكذلك كيحتاجوني في التصميم ملي كيبغيو يصمموا شي أزياء اللي غيلبسوها في شي مناسبة كيلتجؤوا لعندي. إن شاء الله. بيناتنا عمل. معنا الآن مباشرة من استوديو جريدة أصوات رئيسة مركز المغرب للمهرجان السياحة العربية سعاد الشامي. مرحبا بك لالا. الله يبارك فيك. سعاد الشامي سيدة أعمال أوروبية وكيلة مهرجان السياحة العربي بالمغرب. هذا البرنامج هذه دورة 12 وكيقدم في القاهرة، وكل دولة كتنظم البرنامج ديالها اللي كتختار منه الملكة اللي كتمشي تمثل البلاد ديالها في القاهرة، وهذا العام استثنائي الجزائر هي اللي غتنظم الحفل النهائي، السنة المقبلة إن شاء الله المغرب هو غتختار منه ملكة جبال العرب اللي غتفوز باللقب. واليوم كيف كتشوفوا احنا عندنا الحفل النهائي بعد كاستينغ طويل في المدن المغربية كاملة باش كنختاروا الملكة اللي غتمثل المغرب في الجزائر، وهذا حاجة أول مرة غنديروها في المغرب هي اختيار في نفس الحفل ملكة جمال الجهاد. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.